وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة أمل بن علي، رئيس التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء. أهلا بك سيدة أمل في نشرة الثالثة. إذن ما هي مبادرة تجربة في الفضاء وكيف تعزز أهداف الهيئة فيما يتعلق ببناء القدرات الوطنية وتشجيع البحث العلمي؟ تهدف مبادرة تجربة في الفضاء إلى تشجيع طلبة المرحلة الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والمختصين والباحثين والمهتمين ضمن عدد من المراكز البحثية بمملكة البحرين على تبني فكرة إرسال تجربة إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك على غرار التجارب التي تم إرسالها في السابق والتي تضمنت إجراء الأبحاث العلمية على نمو البذور والخلايا والكائنات الدقيقة والحيوانات والأبحاث المتعلقة بالجينات وغيرها ضمن ظروف انعدام الجاذبية وتأثير الأشعة الكونية عليها، حيث أن هذه الأبحاث قد ساهمت في تطوير العديد من الابتكارات والأدوية على سطح الأرض بناء على نتائج التجارب التي تمت على متن محطة الفضاء الدولية. وتأتي هذه المبادرة من ضمن جهود الهيئة لتعزيز انخراط مملكة البحرين في مجال علوم الفضاء وتطبيقاته وتعزيز مجالات الأبحاث المتعلقة بها، وبالتالي تعزيز الابتكار وجودة التعليم ورفع مستوى تصنيف مؤسسات التعليم العالي وتصنيف المملكة في المؤشرات العالمية ذات العلاقة بالأبحاث العلمية عبر نجاح إرسال أول تجربة بحرينية إلى الفضاء وتسجيلها ضمن سجل الإنجازات التاريخية على المستويين الوطني والعالمي بإذن الله تعالى. نعم، بشكل عام ما هي أبرز المبادرات التي طرحتها الهيئة حتى الآن، خصوصا تلك التي تدعم جهود نشر الوعي وتحفيز الابتكار والإبداع كذلك؟ قامت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بتنفيذ العديد من الندوات والمسابقات خلال الفترة الماضية، منها ما كان موجه لفئة الأطفال مثل مسابقة تصميم مستوطنة على كوكب المريخ وتصميم البدلة والمركبة الفضائية، ومنها ما كان موجه لفئة الشباب والناشئة مثل الهاكاثون السنوي سبيس أبس والذي يتم بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لإيجاد حلول لتحديات حقيقية وواقعية، بالإضافة إلى التعريف بمسابقتي برمج في الفضاء وتجربة على القمر بالتعاون مع شركة الفضاء المداري، ومنها كذلك ما هو موجه لمؤسسات التعليم العالي مثل ورش العمل الخاصة بالتعريف بمسابقة كيبو كيوب التي ينظمها مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي بالتعاون مع وكالة الفضاء اليابانية جاكسا، ومبادرتنا اللي نتكلم عنها اليوم وغيرها من الفعاليات واللي يمكن للمهتمين الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة ووسائل التواصل الاجتماعي. نعم، شكرا لك يا السيدة أمل بن علي، رئيسة التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، شكرا على هذه المداخلة.